في الفحم الحجري، كما رفعوا شعارات مطالبة بالاستجابة لمطالبهم الاجتماعية. هذه المطالب والحادث المأساوي كان موضوع سؤال ونقاش خلال جلسة المساءلة الشهرية، حيث أعرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن أسفه مؤكدا استعداده للقاء برلمانه الجهة. كانت الوزارة كانت جميع ديال المواطنين والمواطنات ومنا احنا كنتاسفوا ليها وحنا حزينين ليها وكنترحموا على السيدين اللي ماتوا وكنعزيو العائله ديالهم وانا قلت هنا بان مستعد نستقبل البرلمانيين ديال الجهه نتذكروا على هذا الموضوع.